دبي ريسنج وتحفه الميادين المرموم الذي يحتضن سن الثنايا في اشواط التاهيل واخر ايام التاهيل بالنسبه لهذه الانطلاقات. هكذا مشاهدينا الاعزاء تنطلق اشواطنا وتتواصل خامس الاشواط، تعلن فيها الانطلاق عن لبكار الثنايا المحليات الاصايل لتندفع مع الكبار ومع رقص الكبار في هذه الانطلاقات وفي هذه التحديات. نسير مباشرة ونبحر في عمق الميدان مع الاصايل لنوافي حضراتكم بهذه الانطلاقات وهذه التحديات للعشر المراكز في مسار الثمانية كيلومترات وتبادل مراكزها. تتقدم الشاهينية على المركز الأول وتقود المشاركات، وحمد بن علي بن إيداه المنصوري على المركز الأول تتقدم وتقود هذا الانطلاق، بينما المركز الثاني ثاني المراكز تأتي فيه الوارية، الوارية سالم بن راشد بن سيف الشعالي العليلي. يلا يا الشعالي ركز على مساري هذا الشوط وتحدياته. المركز الثالث ثالث المراكز تتقدم في هذه اللحظة جبارة لراشد بن محمد بن فريوه المنصوري الذي يقدم جبارة على المركز. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى 1200 مشاهدين الأعزاء بعد مغادرتنا في هذا المسار، ولا زالت الشاهينية حمد بن علي بن إيداه المنصوري على المركز الأول وهي تقود المشاركات وهي تندفع بالمركز الأول في مسار المحليات في شوطنا الخامس وبوابة الكيلو الأخير في مسار هذا الشوط. ولا زالت هناك الشاهينية حمد بن علي بن حمد بن إيداه المنصوري هناك التغيير في هذه اللحظة الشاهينية. سيف بن سهيل بن كلثم الخيالي غيرت إلى مقدمة الشوط، غيرت إلى المركز الأول، غيرت إلى الانطلاق الأول، غير بن كلثم في هذه اللحظات مع الشاهينية. سيف بن سهيل بن كلثم الخيالي والمركز الثاني، هناك انطلقت أبراج راشد بن سعودي الزرعي على المركز الثاني، ولكن هنا الانطلاق والتواصل مع هذا الشوط تحركت جبارة. سيف بن ساري بن بلوش المزرعي تحركت جبارة، أعلنت جبارة هناك على الصدارة، ولا زالت الشاهينية. سيف بن سهيل بن كلثم الخيالي على المركز الأول، 400 متر الأخيرة لا زالت السيطرة، لا زالت الانطلاقة من الشاهينية. سيف بن سهيل بن كلثم الخيالي، ولكن جبارة قادمة، جبارة الشاهينية لا زالت مصرة، وجبارة تتحرك مصرة الشاهينية. خلاص خلاص، تهانينا للمرة الثانية مع سيف بن سهيل بن كلثم الخيالي على فوز الشاهينية بالمركز الأول في هذا الشوط وانطلاقاته وتحدياته. تهانينا والناموس سيف بن سهيل بن كلثم الخيالي، بينما جبارة قدمت أداء جميل. سيف بن ساري بن بلوش المزروعي في ثاني المراكز، المركز الثالث الشاهينية لراشد بن سعودي الزرعي، والمركز الرابع وصلت في سلهود لسلطان بن راشد بن محمد الكتبي، والمركز الخامس هذه اللي هي الفائزة تعود ملكيتها مشاهدينا متابعينا الكرام اللي هي الواري لسالم بن راشد بن سيف الشعالي في خامس المراكز. هذه الخمس المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود إلى التوقيت الزمني 13 دقيقة 21 ثانية وجزئين من الثانية قطعت الثمانية كيلو مترات اللي هي الشاهينية. تهانينا سيف بن سهيل بن كلثم الخيالي، بينما جبارة وصلت في المركز الثاني قطعت المسافة في 13 دقيقة 21 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا سيف بن ساري بن بلوش المزروعي، بينما وصلت في المركز الثالث
المركز الثالث وصلت أبراج قطعت المسافة في 13 دقيقة 24 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا مشاهدينا متابعينا الكرام لراشد بالسعودي الزرعي على المركز الفوز بالمركز الثالث. هكذا كان مسار هذا الشوط وتحديات. متواصلين مشاهدينا الكرام، والتواصل يستمر في انطلاقات هذا اليوم.